هنعمل طبق حلو ونقدر نقول طبق حادق، لان القرع العسلي طبعا بيشارك في الاثنين. نقدر نعمله القرع العسلي بالقشطه والكريمه، ممكن نعمله القرع العسلي باللحمه المفرومه حسب الرغبه. انا هعمله النهارده مافن بطريقه صحيه لطيفه وجميله. المقادير على الشاشه، مقادير المافن على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. معانا قرع عسلي سبق سلقه، يعني سلقناه من قبل كده وما تسلقش جامد، تقريبا نص سوى، وماء السلق معانا. حلو الكلام، دي مهمه جدا. ومعانا الشوفان البودر الناعم المطحون، ومعانا شوفان حبيبات، معانا من الحليب قليل الدسامه نص كوب، معانا من الزيت ربع كوب، ومعانا بطين، ومعانا الفانيليا والبيكنج باودر. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام، مهم جدا طالما هنعمل حاجه زي كده الرخامه بتاعتنا او الكاونتر بتاعنا بيكون جاهز وزي الفل، والبصل والثوم بعيد عن استخدامتنا. معانا بطين هنا في مقادير المافن حتى يذوب البيض سريعا. بنحط عليه شويه سكر بس، خلاص كده بقى. ان القرع العسلي مش عايز سكر، بس هم شويه كده عشان ايه طبعا يدوب معايا بسرعه. وبنخلط البيض مع السكر سريعا، يدينا القوام اللي احنا عايزينه. في حاله الخفقان بنحط شويه فانيليا، فانيليا بتشيل الزفاره بتاعه البيض. واحنا في ايام الشتاء يفضل انك انت تطلعي البيض من الثلاجه قبل استخدامه تقريبا بربع ساعه. بنحط شويه الحليب ونقلبهم كده. عيار الزيت عندي معلقتين ثلاثه ربع كوب، مفيش مشكله، بس وجود الزيت في المافن بيخلي المافنايه ناعمه وهشه وطريه. بس خلاص كفايه. وموضوع الدهنيات في استخدامك ليها سواء في الكب كيك او في الكيكه ده اختياري يعني. ما تنسيش ان القرع العسلي هنا فيه سوائل. حلو قوي. معانا شوفان، الشوفان بتاعنا اللي هو الحبيبات دي موجوده اهي، في منه نوعين، هنمسك الاثنين في ايدينا عشان حضراتكم. اهو شوفان مطحن بقى ناعم بالشكل ده كده، اللي هو دي الشوفان، وفي الشوفان الحبيبات، الاثنين مع بعض اهم يا شباب، دي الاثنين مع بعض. هنحط ده هنا كده زي الفل، ونخلي شويه، ونحط نص الكميه دي كده معانا اهو زي الفل. هنقلبهم بمضرب؟ لا، بالاسباتيولا كده بنقلبهم اهو، ونستنى على الشوفان شويه يديني العضلات بتاعته ويديني القوام بتاعه البيكنج باودر بتاعنا. ونقلب اهو، الله. مافن الشوفان بالقرع العسلي. استاذ رحاب ممكن نطلع بالمقادير كمان مره للساده المشاهدين رجاء خاص، علشان الطبق ده مهم جدا، والاطفال الحلوين الصغيرين اللي وزنهم زياده وهم لسه في مقتبل الحياه والسنين الاولى من عمرهم، يفضل طبعا ان احنا نعمل لهم يومين في الاسبوع اكل هيلسي، اكل هيلسي وطبعا ما فيهوش دسامه. البيتزا نعملها من غير سمنه، من غير زيت، الحاجات دي كلها. نقلب كده ده تاني. المقدار ده عباره عن ايه؟ عباره عن 2 بيضه خفقناهم مع معلقتين من السكر، حطينا شويه فانيليا بالترتيب كده. بعد كده حطينا نص كوب من الحليب من السوبر ماركت، فيه حليب دسم وحليب قليل الدسامه، وحطينا معلقتين من الزيت وقلبناهم مع بعض. نزلنا بالشوفان نوعين، البودر والحبيبات والقوام يكون بنفس الشكل ده كده باين على الشاشه بايديكي كده هتعرف القوام بتاعه حلو الكلام. معانا قرع عسل اللهم صل على النبي، نشيل ده كله من هنا. معانا عسل، العسل ده بعد ما بيطلع المافن من الفرن بنشربه العسل ده، ده عسل زهرة البرسيب من خير أرضنا. نجيب القوالب بتاعتنا الجميلة اللهم صل على النبي. هنعمل المافن ازاي واحنا مع بعض؟ واحدة واحدة كده نجيب المعلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في طريقتين، يا إما نقلب القرع العسلي في قلب الخليط، ده في حالة لو أنا هعمله من غير شوفان حلوة. وممكن على فكرة تعمليه بالفراولة،
ممكن تعمليه بالبطاطا الحلوة. الصورة الحلوة يا فاروق. حلو. ممكن تعمليه بالكيوي. ممكن تعمليه بالتفاح تسلقيه نص سلقة. أنا بديكي أفكار أهو، خلي بالك، أنا بديك الفكرة وأنت طبعًا تبدعي فيها. أه. حاجات لطيفة كده، وده مش لما أقول كلمة غير مكلفة هي غير مكلفة، يعني الحاجات دي أعتقد إن هي موجودة عندك في المطبخ. القرع العسل ده على طريق الصحراوي، واحنا رايحين اسكندرية، رايحين كفر الشيخ، رايحين وجه بحري، الناس الطيبة بتبيعه بتلاتة تعريفة. أه. هتجيبي واحدة تقطعيها وتقسميها وتستخدميها زي ما أنت عايزة، بمعلقة. ده انا اعمل حاجه حلوه دلوقتي طلعت معايا، يعني دلوقتي حالا هيفضل معايا خليط. انا ممكن اعمل قالب بقى. متستعجلش على رزقك، احنا مع بعض هنشوفه ان شاء الله، هنحطه في الفرن ونشوفه مع بعض. هنية القرنبيط ده انا حطيته في الفرن ونسيته لانه لسه عايز طايم كتير يعني، وانا عايزك تبقي في المطبخ ترتبي وقتك كده ووقفتك في المطبخ، علشان ما توقفيش في المطبخ 3 4 ساعات وفي الاخر ما فيش انتاج ازعل قوي. لازم ترتبي وقفتك في المطبخ. يعني ايه؟ ايه الحاجه اللي بتاخد وقت كبير؟ ايه الحاجه اللي بتاخد وقت كبير في الفرن؟ اخش ادخلها الفرن واخلص منها. واقول لك على نصيحه بجد هتدعي لي، الفرن طالما مولع معاكي سواء كهرباء سواء غاز استفيدي بالنار بتاعته. عندك شويه بطاطا اشويهم في الفرن، وانت حاطه حاجه في ارضيه الفرن، بس لو انت حاطه على الشبكه حاطه في الارضيه حط على الشبكه والعكس يعني. عندك بصل اشوي لك 5 6 بصلات ويبقى بصل وعسل، ويطلع البصل ده سخن من الفرن تحط عليه وتقطعيه وتحط عليه معلقتين عسل، جوزك هيتنه يدعي لك طول العمر. حلو الكلام؟ عندك بطاطس تشوي بطاطس وتعملها سلطه لاولادك. انا عايزك تستغلي حراره الفرن والفرن جاهز ومولع، دي طبعا استهلاك كهرباء واستهلاك غاز، احنا بنسوي حاجه لتاني يوم، مش مشكله لازم ناكلها في نفس اليوم. الحاجات اللي بقولها دي ممكن ناكلها تاني يوم. اه حلو قوي السؤال ده يا فاروق، ما شاء الله، تعالى اشتغل مكاني بقى. حلو، انا ممكن اقول لك نستغنى مثلا عن حافظ، ما نقدرش نطلع من غير حافظ. نعم يا اخويا، خبره طهويه. اه المخرج الجميل بيقول لي نستخدم الشوفان بديل له، انا بعمل اكل هيلثي يبقى لازم شوفان. حطيت دقيق إيه؟ يبقى خلاص كده مبقاش هيلثي. اه خلي بالك. اه حبيبي يا فاروق. حلو، هناخد يا عم الشيف كل المقدار ده كده زي ما هو، ونروق على القوالب بتاعتي وندخلها الفرن. بس لازم الفرن هنا تبقى درجه حرارته 180 او 200 مفيش مشكله. اه عشان يطلع معايا على طول ما يقعدش وقت كبير، خلي بالك. اه ممكن موز؟ لا ممكن موز بديل القرع العسل. افتح يا سمسم، جيب لي بقى التفاصيل. معانا القرع العسلي، معانا الأرنبيط في الفرن، هطلع دي من هنا عشان عايزها، هشتغل فيها دلوقتي. وناخد ده كده زي ما هو، اهو. اللهم صل على النبي، ونحطه هنا. بص عليه كده، حابب تطلع فاصل أنا جاهز، نكمل أنا معاك. حلو، جيب لي ده، هو ده، هو ده. طيب. القرع العسلي عملناه مافن في الفرن مع الشوفان هيلسي 100%، معانا أرنبيط بيتشوف في الفرن، كل ده تمام. بص على الشوفان، ايه الحلاوه دي؟ فين؟ حبيبي، حبيب هارتي. اللهم صل على النبي، نطلع المافن بتاعنا وندخل الصينيه الحلوه بتاعتنا. بس نوسع العجينه كده ونشيل كل ده. جيب لي المافن من الفرن يا فاروق قبل ما اشيله، علشان شكله حلو وهو في الفرن. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ واديني فرصه اروع على الرخامه بتاعتي على الكاونتر بتاعي. الله عليك، استوى ان شاء الله، هنشوفه دلوقتي مع بعض. اصبر على رزقك. بيقول لي المافن لحق يستوي يا راجل يا طيب. اه تعالوا مع بعض اخبار المافن ايه، استوى، تغرفوا مع بعض. ولكن في تفاصيل في الحلقه النهارده، مفيش لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. الشيف المغذي كان حريص على ان هو يعمل المطبخ النهارده هيلسي بطريقه صحيه. عملنا المافن بتاعنا بالقرع العسلي، مقاديره بسيطه وسهله في متناول الجميع. ولكن نحط في الاعتبار انك بتعملي اكل بنسبه 50 ل 60 ل 70% هيلسي.
هنغرف المافن مع بعض. ايه الحلاوة دي؟ تسلم ايدك يا ام غازي. خلي بالك سخن، ده المفروض ما يتشالش من القوالب وهو سخن. جماعة البكرية يقولوا الكلام ده، كحك، غريبة، كب كيك، كيكة، بتستنى عليها لما تهدى شوية ان هي تطلع من قلب القوالب كده والشكل ده كده، بتقول لك ان انا استويت. انا عارف ان انت يهمك التفاصيل دي. نشربه عسل اختياري، نحط عليه سكر بودر اختياري. مافن القرع العسلي، الله، بالشوفان. كم واحدة دول؟ دول 12. الحبايب كلها تاكل والجيران، راح لحماتك بقى خدي لها 2-3. راح لماما حبيبة قلبك خدي لها 2-3. راح تزور صاحبتك بدل ما تاخدي قالب جاتوه 300-400 جنيه ويقول لك بعد الساعة 12 في تخفيض. ليه الكلام ده كله؟ بتعملي الحاجة دي في البيت يا حاج؟ قالوا الكلام؟ زي الفل. أنا جاي على بالي أسقيه عسل. الناس العسل، فين العسل؟ زي الفل. جيب لي اللحظات الجميلة كده والعسل نازل على الكب كيك. إيه الدلع ده؟ إيه الجمال ده؟ هو ده، ده في كل العناصر الغذائية. القرع العسلي مش محتاجين نتكلم عنه، مفيد جدا. الشوفان موجود على باب كل صيدلية دكتور تغذية. شوفان شوفان شوفان. المكونات بتاعتنا لطيفة، العسل النحل هنا بيختمها زي الفل. ولازم العسل ينزل على الكب كيك وهو سخن. مطبخنا النهارده صحي، نقدر نقول بنسبة كام؟ بنسبة 80% النهارده بالذات، لأن مش شايف قدامي لا صدر فرخة ولا حتة لحمة هبرة ولا سمك، السمك هيلث برضو يعني. عملنا صينية أرنبيط لطيفة جميلة. عملناها مسقعة. عملنا الكب كيك بالقرع العسلي لطيف وجميل بالشكل ده كده. بصراحة أنا أروح آجي على الخضار، ولكن بشد انتباهي المافن اللي أنا عامله بالقرع العسلي. شايف التفاصيل بتاعة القرع العسلي مع الشوفان؟ عايز تفتح واحدة؟ تدفع كام؟ عينيا، حاضر أفتح لك واحدة. مخرج بقى عايز يشوف هي استوت ولا ما استوتش، وده أنا بحترم فيه ده طبعًا. نجيب لك طبق حلو كده، أهو الأطباق أهيت. عايز اشوف واحده من جوه. انا عارف انت عايز تشوف البيت سليم لسه ولا ايه الحكايه. اريك انا، ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكسفنيش يا مافن دي. ناخد اي واحده اللي قدامي، واللي قدامي على طول. افتح، نفتح. يلا مين معانا؟ هو ده. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه التفاصيل دي يا شيف؟ لا عسل على عسل بيساوي ايه؟ عسل اهو. شفت الجمال؟ شفت القرمشة بتاعت الشوفان؟ شايفها فاتحة ازاي؟ هو ده. ألف هنا وشفا اللي ياكل. أهو مافن بالشوفان أو مافن بالقرع العسلي، تفاصيل أهي. أروح بقى فين؟ أهي. حلو؟ أهي. الأمانة. واحدة كمان؟ حاضر يا فندم. حاضر. واحدة كمان. دي تنفع؟ أهي يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي. هي سليمة أهي. أول ما تفتح معاك بالسهولة دي كده يعرف إن هي خدت سواء. أهي. شفت الجو؟ هو ده. أهو. المافن مستوي، الشوفان، القرع العسل جواها، الف هنا وشفا. دي على فين؟ اكلك منين يا بطه؟ حلو قوي. اكل عادي؟ تسمح لي يعني؟ حاضر. داوبني دوب، والله العظيم طعمها رهيب، والعسل النحل مع القرع العسلي ده حاجه يعني، ايه الكرم ده؟ حلو قوي.